أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء البرلمانات، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعبر عن تقديري وامتناني لمنظمي هذا الاجتماع، خاصة أن اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي تمثل فرصة لتبادل الرأي والمشورة بين رؤساء برلمانات العالم حول اهتمامات الشعوب وتطلعاتها. السيدات والسادة، يعلم ويتفق الجميع على أن التغلب على وباء كوفيد-19 أو غيره من التحديات والكوارث التي يمكن أن تهدد أمن واستقرار الشعوب والأمم يتطلب بالأساس أن تتحد دول العالم مجتمعة باعتبارها أسرة إنسانية واحدة تتلاشى فيها الاختلافات والفواصل أيًا كانت طبيعتها أو حدتها، فالتضامن والتعاون بين الأمم هو خيار حتمي ونهج استراتيجي في مواجهة جميع التحديات العالمية وعلى جميع مستوياتها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وغيرها. إن بناء عالم ما بعد جائحة كوفيد-19 يتطلب التأسيس لروابط عمل جديدة بين المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية من جهة والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية من جهة أخرى، ويأتي في طليعة ذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى تعزيز فعالية ومصداقية المنظمتين في التعامل الإيجابي مع جميع القضايا التي تعترض سبيل التنمية المستدامة للأمم أو تلك التي تفاقم من مشكلات البطالة والفقر لدى كثير من الشعوب والتي يزيد انتشار الأوبئة مثل كوفيد-19 من حدتها، لأن مثل هذه الأوبئة تنتج دوماً اختلالات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلباً على مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية أيضاً. بناء على ذلك فإننا نؤكد أن عالم ما بعد كورونا يستوجب أن تطلع المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والبرلمانات الوطنية بمسؤولياتها في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية من أجل تخصيص ميزانيات أكبر للتعليم والصحة ونظم الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، خاصة أن هذه الجائحة أثبتت أن أمن العالم وسلامة الشعوب إنما يتحققان من خلال الاستعداد المسبق والمدروس للتصدي لكل الكوارث أو الأوبئة التي قد تنشأ في هذا المكان أو ذاك من العالم. ومن الضروري أيضاً في عالم ما بعد كورونا أن يتم التركيز على بناء منظومات وطنية ودولية للأمن الغذائي لمساعدة البلدان والشعوب لا سيما الفقيرة منها على مواجهة أي تحديات مفاجئة ترتبط بتوفير القوت اليومي لشعوبها. السيدات والسادة، ونحن ندخل اليوم مرحلة بناء الوقاية والمناعة المجتمعية ضد كوفيد-19، فإني أود التأكيد على أن هناك مسؤولية أساسية تقع على عاتق البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي وتتمثل في العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لضمان توفير لقاحات كوفيد-19 وإيصالها العادل لجميع شعوب العالم بعيداً عن أي سياسات انتقائية أو استثناءات، باعتبار أن بناء عالماً أفضل لن يكون إلا إذا كان الإنسان محوره وغايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.